إذا كنت مشاهداً عربياً من خارج ليبيا فبالتأكيد يصعب عليك فهم ما يجري في ليبيا، أما إذا كنت تعيش في ليبيا فأيضاً يصعب عليك فهم ما يجري. وهنا سنحاول الشرح قدر الإمكان وتوضيح الأمور لما يجري في البلد العربي الإفريقي. لكن قبل ذلك نذكرك بالاشتراك في القناة إذا لم تشترك بعد، وندعوك أيضاً لتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. والبداية من آخر التطورات وهي كثيرة ومتلاحقة، حيث خرجت مظاهرات في مدن ليبيا الرئيسية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خاصة عقب انقطاع التيار الكهربائي تحديداً في العاصمة طرابلس. كما قام محتجون باقتحام مبنى البرلمان الليبي في مدينة طبرق وأضرموا النار بالمبنى، ما يعني أن المظاهرات خرجت في الشرق والغرب، وما وحدها بخلاف المطالب الاقتصادية كانت الغاية السياسية التي نادت برحيل الطبقة السياسية الحالية جميعهم بلا استثناء. وليس هذا التطور الوحيد على الساحة الليبية، حيث من الجنوب خرج بيان لبعض الأهالي ينادي بتشكيل حكومة ثالثة، ويدعو أبناء الجنوب للانسحاب من مؤسسات الدولة والالتحاق بالقوات الجنوبية. أما التطور الثالث فهو قديم متجدد، يحكي عن انسداد الأفق مجدداً بعملية التفاوض السياسي لخروج ليبيا من المأزق الحالي. وعن هذا المأزق ولفهم خلفية هذه الأخبار والتطورات سنعود قليلاً للوراء ونستعين بالجغرافيا لفهم ما يجري في ليبيا التي مرت منذ العام 2011 بمحطات فارقة، قسمت المقسم وفرقت المفرق، وجعلت الدولة دولاً والحكومة حكومات. فعقب الثورة على نظام القذافي والتدخل الدولي تحت قيادة الناتو سقط النظام، لكن من دون خارطة طريق واضحة، إلا أن الليبيين قرروا المضي قدماً، وأسفر هذا القرار عن انتخاب مجلس للنواب في العام 2014، لكن سرعان ما تم الانقلاب عليه عقب هزيمة التيار الإسلامي السياسي الذي مثله الإخوان. فبدت ملامح حرب في البلاد أسفرت عن تقسيمها، حيث نشأت حكومة في الغرب الليبي في طرابلس بدعم إخواني سميت بحكومة الإنقاذ، وحكومة أخرى في الشرق الذي ارتحل البرلمان إليه سميت بالحكومة المؤقتة اتخذت من بنغازي مقراً، في حين البرلمان استقر في شرق الشرق بمدينة طبرق، وبات البلد مقسوماً إلى قسمين شبه دولة في الغرب وأخرى في الشرق، وكل منهما لها داعموها، حيث حكومة الإخوان في الغرب رعتها تركيا وقطر، وفي الشرق رعتها القاهرة. لكن ما هو أبعد من ذلك، كانت روسيا تبحث عن موطئ قدم، وكذلك الغرب الذي دعم سقوط القذافي، فاستقرت روسيا في الشرق تدعم أقواماً فيه، وهو المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، في حين كانت في تلك الفترة ما زالت أمريكا تؤمن بمشروع الإخوان. لكن ما جرى لاحقاً شهد تغيراً طفيفاً على المعادلة، حيث فضل الغرب الابتعاد قليلاً والانتظار، خاصة مع وصول ترامب للحكم، ما شجع الجيش القادم من الشرق على التقدم باتجاه طرابلس لحسم الانقسام وإعادة توحيد البلاد. فجرى العام 2019 ما يشبه الحرب الأهلية بالبلاد، وقفت بها قوات الجيش الوطني على حدود العاصمة، لكن تدخلاً خارجياً منع الحسم، حيث زجت تركيا بثقلها لدعم الغرب، كما سيرت مرتزقة للقتال مع حكومة الغرب، وسعت أنقرة للتقدم أكثر ورد الهجوم على الشرق، ما استدعى تدخل القاهرة حينها، والتي هددت بالتدخل عسكرياً بنفسها في حال اقتربت قوات الغرب من مدينة سرت. ومع تأزم الأوضاع التي أثرت على تصدير النفط الليبي، تدخل المجتمع الدولي ودعا إلى تهدئة وحل، أجبر الأطراف كافة على الاجتماع ورسم خارطة طريق جديدة قضت بتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. واختير أواخر العام 2021 موعداً لهذه الانتخابات،
لكن القوى السياسية الليبية عاودت الخلاف فيما بينها، حيث ترشح للانتخابات فرقاء سياسيون سعى كل منهم لعرقلة ترشح الآخر، وكان أبرز المتنافسين هم المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، هؤلاء من معسكر الشرق، في حين من الغرب ترشح عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغة. والمفاجأة كانت بترشح سيف الإسلام القذافي ممثلاً عن الوسط والجنوب، فتأجلت الانتخابات وظلت الحكومة الموحدة تحت قيادة الدبيبة، وهي الحكومة التي تم تحميلها مسؤولية فشل تنظيم الانتخابات، ما دفع مجلس النواب لإقالة حكومة الدبيبة واختيار باشاغة لتشكيل حكومة جديدة. فرفض الدبيبة الرحيل وأصر باشاغة على تشكيل حكومته، فعادت ليبيا إلى حالة الانقسام والحكومتين، لكن مع فرق بسيط هذه المرة، أن كلا الحكومتين على رأسهم شخصية من ذات المدينة وهي مصراتة، المعروفة بأنها خزان القوات والجنود والمدينة التي تمتلك السلاح. فجرى انقسام في المدينة ذاتها بين مؤيدين للدبيبة الذي استقر في العاصمة طرابلس، وبين مؤيدين آخرين لباشاغة الذي بات محسوباً على الشرق من جديد، حيث أن اشتباكات جرت بينهما مع محاولة باشاغة دخول العاصمة، لكن سرعان ما تم وأدها. ولتكتمل الصورة أكثر، مؤخراً خرجت الأخبار من مدينة سبها التي تستضيف سيف الإسلام القذافي لتعلن هي الأخرى تشكيل حكومة تنافس الحكومتين، وهذا تعقيد يزيد الوضع المأزوم أصلاً في ليبيا، ما دفع شباب ليبيا للخروج ورفض الطبقة برمتها، لكن دون اتضاح صورة طريق يقود البلاد نحو المستقبل، فلا مخرج واضح حتى الآن، ما دفع لتجديد المخاوف من عودة الاحتراب الداخلي، حيث إذا لم تستطع السياسة حسم الأمور فقد تكون العسكرة هي الحل، خاصة مع تأزم الصراع بين روسيا والغرب، الأمر الذي قد يجعل ليبيا ورقة يساوم بها المتصارعون الدوليون بعضهم البعض. فموسكو ترعى الشرق الليبي والغرب يحرسون الغرب، في حين أطراف عربية كالجزائر تدعم عودة آل القذافي للحكم، وهو مقترح، أي عودة سيف الإسلام، قد لا يلاقي معارضة روسية. أما خيار الشعب فهو رحيل الجميع، مع خروج أصوات شبابية نادت بعودة الأسرة السنوسية للحكم، وهي العائلة المالكة التي حكمت ليبيا قبل انقلاب معمر القذافي. فغياب الأفق ولا حل دفع الجميع للتفكير بحلول قد يبدو بعضها خيالياً، إلا أنه لا مفر، فلا يمكن لليبيا أن تستمر على هذا الدرب، فهذا الطريق قد يودي بوحدة البلاد ويحول الدولة إلى دويلات، والكرة حتى الآن بملعب السياسيين الباحثين عن مصالحهم دون الالتفات لمصالح الشعب، ذاته الشعب الذي ينادي بالتوافق حتى الآن وقد لا يطول صبره. فالمظاهرات التي خرجت مؤخراً قد تكون مقدمة لتظاهرات أكبر قادمة، وقد تجدد الثورة في ليبيا، وهذه المرة على الجميع، فجميع السياسيين بلا استثناء يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، هكذا على الأقل بنظر الشعب، كما أن الارتكان لتدخل دولي ينهي الانقسام قد يكون رهاناً خاسراً، سيما بتعاظم الصراع بين المجتمع الدولي وتحديداً بين موسكو وبكين من جهة وواشنطن وأوروبا من جهة أخرى. لذا فإما أن يكون الحل ليبياً أو على حساب ليبيا.